انت كمان خدتي جوائز مش زي ما بتقولي ملموسه في الطوفان، جوائز الناس والجمهور والشارع والنقاد والناس اللي على الفيسبوك. يعني شفت كان مظاهره يمكن كانت اكبر، كانت طوفان من النجاح اكتر من اي عمل تاني. هل انت حسيتي ان كان الطوفان الضجه اللي عليه والنجاح اللي ليكي فيه والاراء الناس اللي اتكتبت لك والحاجات الجميله اتكتبت عنك ونجاحه كمان جماهيري، شايفه ده ان اقوى واحد اخذ، ولا ملكه نازلي كان من الحاجات الاقوى بالنسبه لك، كان جبل الحلال؟ يعني ايه الضجه اللي حسيتي لا في فرق هنا، في فرق صدى مع الناس ليكي انت مش كمسلسل؟ يعني دايما حاسه ان انا ما عملتش حاجه، يعني هتتعجبي لما اقول لك انا كل وقت خايفه، كل وقت حاسه اني ما عملتش حاجه، كل وقت عايزه دور يجي اقوى من اللي قبله. وده يمكن احترام لجمهور جايز، بخاف ثقه اكتسبتها جايز، عايزه مش حلمي الفلوس، حلمي اني ابقى اعظم ممثله او اكبر، اعظم لله ممثله او اكتر واحده حاسه يعني منافسه، هي منافسه. انا عايزه دايما دور حلو، عايزه دور، وانا دايما، انا حتى اشتغلت صالحه على اخر وقت. انا سمعت ان انت ما كنتيش عايزه، ومحمد رمضان اصر، هو والجمال العدل، استاذ جمال الحقيقه، استاذ جمال بقى، يعني برغم ان استاذ محمد رمضان كلمني طبعا، وكلمني يعني مكالمه طويله، وقال لي لازم تقري والنهارده ودلوقتي حالا، وكان دؤوب انه يبعت لي الورق اللي انا كان عندي فكره عنه، لكن استاذ جمال العدل قال لي انا عايز اتقل بيكي، وعايز يعني طبعا محمد رمضان نجم كبير، لكن حسيت ان هو فعلا مصمم عليا. طب مصمم عليا ليه؟ يعني انا ممكن اعمل ايه في الورق ده؟ ولما قريت الدور حسيت ان هو هيتعبني قوي، لان هو دور ما يعني ما تعب، يعني لو ممثله عاديه او مش هتبقى بتحب قوي شغلها مش هتتعب في الورق ده. انا بحب اشقى، بحب اتعب، مش دايما بشوف الشخصيه على انها يعني هي دي المكتوبه، لا، العمق اللي قصده المؤلف والعمق اللي نفسه بيحلم بيه المخرج.